شو اللي اعطيتك اياه السوشيال ميديا؟ صنعه رملاق. انت صنعتي حالك على السوشيال ميديا ولا السوشيال ميديا صنعتك؟ العالم من لا شيء عم بقول لك صنعوا رملاق. ما كان في رملاق. شو؟ ايه؟ ما كان في رملاق، صار في رملاق. هلا حد الله تعليق لقدام رملاق، التعليق الايجابي بيساعدك ام التعليق السلبي على السوشيال ميديا بما انه موضوعنا هو السوشيال ميديا؟ التعليق الايجابي بقول لهم ميرسي شابو با، هيك شايفيني. السلبي؟ السلبي بقويني. بقويكي؟ شو شوفوا لا اكثر لقدام. يعني انت بتحبي تأدي على الجمهور؟ ايه؟ بتحبي شو الأدي؟ انا ما برد، انتبهي. انا بتعرفي بشو برد؟ بشغلي. بس انت ما شو شو ناطرنا الحزازيه؟ يعني هلا نحن قلنا كلمتين، شفتك استفزيتي انت وعم تردي علينا. انا مبين غلط، انا لما عم اعبر عن رايي انا ضد انه حدا يسب رملاء او يتعرض لها بالشخصي. طبعا طبعا. وانا رواد بعتبره هلا لانه صار زميل بهذا البرنامج ما بتعرض له بالشخصي. انا لما شخص بده يطلع على السوشيال ميديا عم بيقدم ماده، هيدي الماده بدها تتحمل نقد، وبالاخص لما تعتبر هيدي الماده انها فن تصنف كفن. لما انت بدك تطلعي تغني رملاء وتعتبري حالك مطربه او فنانه بدك تتقبلي نقد، بس انا اكيد ما بتعرض لك. بس انا بدي اقول لك شغله، انه انت اولا انسانه كنتي موجوده قبل السوشيال ميديا، بغض النظر كيف كنتي عايشه، مش السوشيال ميديا اللي بتعمل انسان. رملاء اللي عم بيصير معها عم بيصير مع كثير عالم. صحيح بيتهاجموا هون ومنهم زميل اعلامي انا بعرف قديش بيتهاجموا، انا شهدت معه. نعم بيروحوا بدهم يتصوروا معه بس يشوفوه. مين الزميل الاعلامي اللي بيتهاجم؟ نونو في حدا بيكون كثير عم بيرشقوا. مين؟ اعطيني اسم. ما علينا احنا بنحكي هون لاشياء تمام بلاي، انا بحبه. ايه تمام كثير بينسب. انا كنا كذا مره بجلسات هيدا العالم، مين ما بيقطع بقول له نحن بنحبك نحن بنحضرك. رملاء يمكن بسبوها على السوشيال ميديا ولكن بالحياه هو عم بيصير فيها طبعا تحيه لزميلي. عم بيصير برملاء مثل كتار الناس حتى العاديين بينسبوا هون، لانه مين ما كان في يقعد ويسب. ولما يشوفوهم شخص ببدرون حب، هي شو عم تاخذ؟ هي عم تاخذ شيء الملموس، محبة الناس، الكلام الحلو اللي هي حابة تسمعه، اللي هي ما قبل السوشيال ميديا كانت بين أربع حيطان عندها حياتها الخاصة اللي صعبة شوي مثل كتار. برجع دايما بقول هي اليوم عم بتلاقي حب، عم بتلاقي عم تنعرف، عم بتلاقي كيانة بتقوي حالها بالمثبت وبتقوى بالناس الموجودة على الأرض. أخت هون الله يستر عليها ما عملت شيء باسم شخصيتها عايشة بالوعى، ما عملت شيء. انت شفته للوهم؟ هي رملاء نكد طبخة. ما تعمل شيء عامله، بس الوهم هي بحد ذاتها رملاء. ليه ليه يا رملاء؟ انا بتمنى عليك شو الكاركتر؟ انا بتمنى عليك بحكي لصالحك ان شاء الله. قال لك عايشه بالوهم. اعملي شيء. انت عايشه بالوهم ولا ابدا؟ انا الحقيقه وانا التاريخ سبق وقالت حيحكي عني. شخصيتك تتنشهري اذا ما عملت شيء بيثبت شخصيتك. ما شو عم تقدمي للمجتمع لحتى اللي بده يذكرك؟ يعني التاريخ لا. يذكر الناس اللي قدمت شيء لهالمجتمع، قدمت شيء للوطن. حضرتك لا. شو قدمتي لحتى يذكرك التاريخ؟ شو عم بتفيدي هالاجيال؟ المثابره والقوه والاراده والفن اللي بدي اعمله غيري. بدك تعمل بدك يعني بعمله. ما قدمتي؟ عم بعمله. لا قدمت. بس كيف عرفت حزب التاريخ؟ بس لحظه بس خليني كمل مع ابراهيم. شو بدك تقول لابراهيم؟ شو بدك تقوله؟ بدي اقول انه هي غير موجوده. كيف غير موجوده؟ منا موجوده. لو منا موجوده دليل انا معكم هون. إيه لو منا موجوده انا بتمنى تافه. والدليل انا بتمنى تافه صار عم بيوصل على انستغرام. لا لا يا ابراهيم ترم. لا فينا نسمع شيرين. حضرته عم بيقول انه المجتمع التافه هو اللي وصلها، يعني المجتمع هو التافه. اي انت بتوافقي؟ شيرين بتوافقي انه المجتمع تافه؟ اي لانه المجتمع شو ما عملناه المجتمع التافه هو كمان اللي عم بيوصلك. انا ما عم بحكي عن حالي، هلا انا عم بحكي هو نحن عم نحكي نحن عم نحكي على وجودنا على السوشيال ميديا. ما في مجتمع تافه. لحظه اذا بتريد هو انا عم برد على جوابه. المجتمع في في ناس بالعالم الأكترية ما في من. طيب أنا عم برد على جواب إبراهيم. عم بقول المجتمع التافي هو اللي وصلها، يعني المجتمع هو اللي تافي. إذا هي تافهة قولي بالمجتمع. رواد شو بدك تقول لرملاء؟ أول شيء ما كنت أعرف شو اسمع رملاء 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 رملاء. خي ضج الدنيا مين؟ أي ما في كونتنت عم بتطلع. ما في كونتنت يعني ما في محتوى. ليه ما في ما صوته بشكل. انت المحتوى اللي بتقدمه اهم من اللي بتقدمه رملاء. لا بس انا عندي جمهور بيروح بيعبرني. في ناس كمان اصواتهم كثير بشعه وعندهم هي عندها جمهور. في ناس كمان بتصيرهم هي بشعه بتعمل حفلات. هي حاله. نعم هي حاله انشهرت لانها قالت الله يخلي الشهداء اللي راحوا. لا وكملت ما فدوات.
نعم مع فدوات بدك اياني انسحب من الحلقه لا 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 هيدا لا, لا, لا ما تحطني بخانه اسمعيني اسمعيني ما تحطني بخ... لا بليز ما تحطني لا انا ما فيني انا نجوم كبار ما بقبل اتقرن فين ولا ينحكى اسمي انحط اسمي عليها ايه بس مقوها بليز ما تبطي انا بحالك حلوه حلوه ثقتك بحالك انا بحييك انا بحييك على ثقتك بنفسك ما تنزلني ما تنزلني ما تنزلني بطريقتك أنا بحترم شخصة جدا أين الثرى من الثريا ولا وين الشمس وين القمر اسمعيني اسمعيني ولا بسكوت صلي على النبي ولا والنجوم ما تعرفش عشان ولا خلينا نسمع إذا تفرجيكي فيديو كل نحترم كل الناس لا بحترم كل الناس وحياتك بدي افرجيك لما بحضر حالي بحترم كل الناس عامل عليه سايلنت كوميدي كل عمره مليون حالي وقتها بحضر حالي وبقول يا الله شو مهضومة وكيوت شوفي قديش استفز كانت من الكلام اللي بتحكيه بشعرها لدرجة أنا ما عمل ولا مرة فيديوز مع ناس شخصياً هي عملت معها اثنين تانيتهم سايلنت ما حكيت ولا كلمة خبت حالي بالمشيات شو عملت؟ خبت حالي بالسرام شو اسمه هاي؟ هيك بولينج بولينج انت عم تعمل بولينج انت بتعترف انك تتنمر على انسان مش عم بتنمر انا لما بطلع بقول انا الشاعرة رملاء نكد يا بدي يكون شاعرة يا ما تشعري خليك بالبيت انت ما لك حق تنشهري مين عنده الحق يقول مين بحق له ينشهر على السوشيال ميديا ومين ما بحق له ينشهر انا الكلام اللي قاله ضده هي بحق لها تنشهر وهو بحق له ينشهر ومش ما في حدا احسن من حدا انت مش عاجبك ما تفتح الفيديو انا بعمري ما بس اذا بتريد اذا بتريد انا بعمري ما فاتحه فيديو لرملاء نكد ليه ما بفتح لانه انا ما بدي افتحه حره يمكن يجي نهار حب شوف شو بتعمل بس انا اليوم بدي اقول بحق لها وما بحق لها وبحق لي واعطي وزع ادوار للناس شو خصني انا في اذا بتريد في تاثير على العالم على السوشيال ميديا اذا بتريد بدي كمل اليوم في عندك انت ناس فاتوا حضروها هن صنعوها هي بتعرف تغير اسلوبها بتتقبل انتقاد ما بتتقبل هي حره شأنا ما تحضروها صح غادي نحن وعم نتناقش مرقتي جملة قلتي رملاء رملاء ولا بعض الإعلاميات أو بعض السياسيات إيه عفوا رجعي دي ألف مرة رملاء ولا بعض الإعلاميات أو السياسيات لقلك ليه لأنه التجهيل اللي خصه بأنه نحن عنا تصحر اجتماعي ما بتحمله هالمرة بس اللي محطوطين بمسؤولية اجتماعية ريادية قيادية ثقافية والكونتنت تبعهم تافه هول عليهم مسؤولية مرة قدمت كونتنت إيه أكيد أنا متأكدة إنه ما عملت شيء شعر أو فن يعني إنه مثلاً عظيم بالمعايير العالمية بس عملت حالي على السوشيال ميديا أنا مين لأجي قيمة بس وحدة بتطلع على التي في ممكن تعمل فتنة ممكن تتفق تنمت فئة أو طائفة كاملة بجريمة أو هيدي بتنحط بالحبس هيدي بتتساءل مسؤولية أمن وطني وسلم أهلي مين عم تقصدي؟ مين الإعلاميات اللي عم تقصدي هون والسياسيات؟ معروفين وعندي فيديوهات عن العالم بس مين معطيك؟ بدي اسمع منك غدي مين سمينك؟ لا أنا بدي أقول لك أنا بفضل بالحياة مش الشخص مش هيك عم دافع عن هيدي المرة مش عن شخصها عن الفكرة يعني ما أنه في يقول لك فلان وفلان وفلان موجودة بس الفكرة فكرة الحرية هيدا اللي اسمه سوشيال ميديا مفتوح بتعمل ترافيك بتعمل ترافيك بتعجبني ما بتعجبني بس أنا بقول إذا بحق لها تكون موجودة ولا لا لا بس اللي بيطلع على تي في وبيسخف وبيسطح الافكار السياسيه اللي ما بيحكي على حاكم مصرف لبنان بس بيحكي على دكتور فود اللي ما بيحكي على 500 مليون لوليد جنبلاط بس بيحكي على بيع الكعك اللي ما بيحكي على اتهام كل الشيعة بلبنان بقتل لبنان سنين بس بيحكي على رملاء فهمتي شو المشكله انه نحن شو قلنا مع على المراه ماني معجبه فيها بس انا شو قلنا مع اذا رملاء قدمت قالت انا شاعره وقدمت شعر شعر ما بيشبه الشعر يعني بيشبه كل شيء على القليله واضحه حالتها بس انت زوجة شاعر انت زوجة شاعر المعي قديش في عالم عامله حالها شعرة ورا المكاتب وبطريقه انه انا وعامله بوز وهي موسيقى للشعر وللغه وللفن وللفهم مش انا صنفت حالي شاعره مش انا الناس هي صنفتني شاعره صار يقولوا انه رملاء ايش اللي بتقول شعر الشاعره في كثير ناس تنمرت عليك كشاعره يعني خلينا نكون يعني انا بحترمك كانسان رملاء وانا بحترم كل امراه وانت من حقك تعملي اللي بدك اياه واللي بده يلحقك واللي بده ما يلحقك ولو ما عملتي شيء انت مانك موجوده هون معنا نحن عم نناقش ظاهره المشاهير على السوشيال ميديا فيها تكون ظاهره سلبيه او ظاهره ايجابيه بس انت معنا ونحن بنحترمك ولكن رملاء لما تقولي لي شعر لا يعني ما اللي صنفوك
انت انا وقفت صراحه يعني انا خلص اعترفتي ما بتعرف لغه عربيه صح؟ لا انا بلشت صارت فنانه رملا قلتي ما بقبل اتقارن مع فنانات مين مع مين ما بتقبل اتقارن انا ما بقبل ان حد انا عندي خانه شو صنفيني خانتك انت وين حاله خاصه حاله استثناء ما بشبه حدا انت شو ما بشبه يعني حدا رملا انا رملا ايه رملا اكيد مع احترامي لهالقد واثقه من حالها لهالقد اتحربت وبعدها مكفيه اللي هالقد عم بهجموها عم بيقولوا لها ولا شيء وعم تثبت كل مره انه انا كل شيء مين عم حاربك رملا مين بحاربك كثير وانا على فكره يا ما في شركه انتاج بتفوت مع رملاء كثير ناس انه لا رملاء ما بدنا اياه ممنوع شو النقد عليك ممنوع مش نقد اذا بتكون لا ما بدي اذا بتكون رملاء وكثير هيدا صار وانفكس وانفكس جرحك كان عندي انا كان عندي من فتره وبعدين ربع شخصيا انا ببعث لك الكونترا على عندك على الخاص ايه اكيد ممنوع الخاص مسلسل لرمضان على معي كنت حبعت لك كله حبعت لك معي الكونترا على الام بي سي 4 دي تي لا لا كان في امضاء وقالوا لي من الاسامي اللي ما قبلهم بعثوا لي اياه باسمي موجود انا حبعتها هي لرابعه تشوفه مين الاسامي مين اللي حارق مين اللي ما قبل 250 الف درهم اماراتي كان التصوير عندي كان التصوير بشهر 12 هذا 12 كان عندي اياه بدبي رح ابعث لك اياه رابعه بدبي وتركيا والامارات مين اللي حاربك رملا مين اللي حط فيتو على اسمك ايه مين اللي حط عم بقول لك مين وكل ما فيش انا سمي وحتى قال لي انا بعدين بحكي لك تحت الهوا رابع بس حابعث لك وتشوفي الكونترا وانا كان عندي بشهر 12 انا كان عندي سفر انت بتعرفي تمثلي رملا ما انت هون عم نحكي رابع كل ما انا تيجي شركه انتاج تتبنى رملا ممنوع انت بتحب الشهره لا شهره هي انا تفاجأت هي اختارتك هي اختارتني لقيت حالها مشهوره انا عم بقول لك نمت قمت لقيت حالي لك انا وقتها خربت الدنيا بين اهلي وبين طليق بلا رواد واجه ولا كيف رواد لما لقيت حالي انا بهيدي الخانه ايه كمل يا بدي اقعد ببيتي وابكي يا بدي تفكر لا ما تبكي بس لحظه لحظه حاكم مصرف لبنان كانت نجمه المسلسلات بس بدي اقول يعني هي عم تحكي على كل شغله عم تقولها رملا عم تروح تقارنه بالساحه اللبنانيه انا شخص معي ماجستير بالمسرح ما بقبل رملا تقول عن حالها ممثله مش ليه معناته ليه انا ليه علي شفتها عم تمثل ما شفتها بس هي عم تقول انا يعني شفتها عم تمثل طب انت قبلين علي انت قبلين كثار من الممثلات اللي مثلوا على معهد انا مش راضي بالواقع يمثلوا انا مش راضي مش راضي وعم عبر عندي على السوشيال ميديا عم عبر اوكي ابراهيم ابراهيم رابعه بس ست رملا واضح انه ما عارفه حالها وين يعني ساعة لا 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 ما فنانة أنا اللي عرفي حالي ممثلة لو ماني عرفي حالي كل شوي عم تقولي شيء يعني ما من واضح مصاري يا حبيبي برجع بقول لك أنا ما قلت كلمة بتقولوا لها الله يوفقك والله يكون معك ما وراها حدا ومفهم القصة ومثل ما حكت الست رابعة في جلاجيء وراهم ظهر وحرام اذا صوتهم بينسمع هلا عارضتني حرام اذا صوتهم بينسمع ابو جبل وعم يسرون مطربات ابو جبل تعاطف مع رملاء الله يا عمي ياخذ بايدي شركات الانتاج عم تستعين اليوم برملاء لسبب لانه بده يصير في بلبله بيطلع لهم دعايه عن المسلسل يعني هي عم بتجيب لهم اعلانات وحكي وعناوين انه رملاء صارت تمثل صار في وورد اوف ماوث هيدا جزء حيقولوا انه هي وهيدا جزء من الماركتينج كمان بوليتا على السوشيال ميديا اليوم بالسوشيال ميديا الاشاعات بتجيب ست مرات زياده عن الخبر العادي هي بتجيب لهم دعايه للمسلسل اللي حتدخل فيه